تاريخ المدن المغربية، أصالة وحضارة وتنمية. تاريخ المدن المغربية، إعداد وتقديم زكية حداد، إخراج كريمة بن نيكس. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الجولة الأسبوعية. رائحة المدن تأخذنا في جولتها الأسبوعية إلى واحدة من المدن الأطلسية، إلى مدينة السمك والخزف والشواطئ الطبيعية. مدينة هادئة تبسط يديها لاستقبال محبيها القادمين إليها من مناطق مختلفة من العالم. وأنت تتجول وسط المدينة بالقرب من مقر عمالة الإقليم وقصر البلدية، ستنبهر بوجود معلمة في وسط الساحة، طاجين من الخزف والأكبر من نوعه، يمزج بين ألوان من التراث الأصيل لمدينة الفخار والطين. أصبح هذا الطاجين معلمة سياحية داخل المغرب وخارجه، مميزا لمدينة آسفي. هذه المدينة السياحية هي من المدن المغربية التي تأسست على يد الفينيقيين حوالي القرن السادس قبل الميلاد، واتخذوها مرفأ تجاريا مهما لتجارتهم في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وبقيت ميناء تجاريا مهما إلى حدود القرن الأول الميلادي، عندما فر حواريون من فلسطين واستوطنوا المنطقة وشكلوا بها النواة الأولى لمدينة آسفي. عن أصول ساكنة آسفي الأولى يكلمنا الدكتور سعيد شمسي، باحث في علوم الآثار والتراث ومحافظ المصحف الوطني للخزفي بالمدينة. هاد الناس تاع ركراكا هما حواريين عاشوا مع سيدنا المسيح، وجاءوا هربا من حراف الخطير اللي وقع في الدين المسيحي، وشافوا ابعد نقطه من فلسطين هي المغرب، واستقروا فيه ونشروا فيه هاد التعاليم ديال الدين المسيحي الصافي كما نزل من على سيدنا المسيح، ان المسيح نبي الله. بعد أن دخل عقبة بن نافع الفهري إلى المغرب الأقصى ناشرا لدين الإسلام، وجد الأرض حصبة ممهدة بمنطقة آسفي، فاعتنق أهل المنطقة الإسلام بسهولة، وترك عقبة بن نافع الفهري أحد صحابته هناك، هو شاكر الذي تحمل منطقة الشماعية اسمه الآن سيدي شيقر، ليعلم الناس الدين الإسلامي واللغة العربية. بقي الإسلام فصرسا في المغرب وفي منطقة ركراكا، ظهرت بعدها طوائف مرقت عن الدين، من جملتهم البرغواطيون الذين اختلقوا دينا جديدا يجمع بين الإسلام واليهودية، وكانت منطقة آسفي من المناطق التي خضعت لنفوذهم مدة قرنين من الزمن إلى أن جاء المرابطون. أنشأ المرابطون مسجدا كبيرا في آسفي، وكان هو عبارة عن يعني 40 سارية كما نذكر في كتب التاريخ بدون صومعة، ولما جاء الموحدون يعني توسعوا في المسجد وبنوا عليه صومعة، وهذه الصومعة من ناحية المعمارية هي فريدة من نوعها، وهي تشبه الكتبية ولكنها أثريا أقدم من الكتبية. وفي الفترة الموحدية تم توسعة هذا المسجد وأصبح له فناء ثاني، وفي هذه الفترة المارينية تم توسعته للمرة الثانية وأصبح له فناء ثالث. بعد دخول البرتغاليين لمدينة آسفي قاموا بتدمير هذا المسجد كليا، واحتفظوا فقط بالمنارة التي اتخذوها برجا للمراقبة، وبعد ذلك برجا لنواقيس كنيستهم التي أنشأوها بعد احتلال المدينة بعشر سنوات. بقيت هذه الكنيسة يعني حتى هي فترة زمنية قصيرة جدا، تل 1541 لما فاجأهم السهديون بهجوم، يعني تم إخلاء المدينة دون قتال عسكري، ومع الأسف تركوا متفجرات في هذه الكنيسة، وبقي هذا المكان اللي هو فضاء كان يضم المسجد الكبير والكنيسة البرتغالية، كان فضاء فيه خراب، وجاء السعديون وأنشأوا جامعا كبيرا
كبيرا بأسفي، ولكنه لم يكن بنفس المساحة التي كان عليها المسجد الكبير في الفترة الوسطية. وهذا المسجد حاليا راه كاين في الجزء الجنوبي ديال درب البويبة، وبقايا الكنيسة كاينة في الجزء الشمالي ديال درب البويبة. وكاين واحد التميز ديال المسجد الكبير ديال أسفي هو أن صومعته معزولة عن المسجد بدرب يسمى درب الصومعة. هاد الدربين درب الصومعة ودرب البويبة تم إنشاؤهما في عهد الفترة السعدية، حينما قمت بدراسة في أطروحتي حول المسجد الكبير لأسفي خلال جميع الفترات تبين لي أنه يعني كان يمتد على مساحة شاسعة، وأن هاد الدربين اللي هما درب الصومعة ودرب درب البويبة تم استحداثهما في الفترة السعدية. لهذا السبب بقيت صومعة المسجد الكبير معزولة عن الجامع الكبير إلى يومنا هذا، وهي يعني معلمة مسجلة في التراث الوطني. كانت مدينة أسفي كبيرة المساحة ويحيط بها سور موحدي على غرار باقي الأسوار الموحدية بالرباط ومراكش وغيرهما من المدن العتيقة، لكن الاحتلال البرتغالي نظرا لقلة العساكر التابعة له قام بتقليص مساحة المدينة وكذلك تقليص مساحة السور في الجزء الذي يربط القصبة الموحدية، التي أضافوا عليها بعض التعديلات وأسموها القشلة، وكذلك الجزء الذي يربط هذه القصبة بقصر البحر الذي لم يكن متواجدا خلال الفترة الوسيطية وأنشأه البرتغاليون لمراقبة الساحل ولمراقبة الحركة التجارية بالمرسى العتيق لأسفي. وهذا الجزء هو الذي يسمى حاليا المدينة العتيقة، وقاموا بتصويره بسور حجري مخالف لطريقة البناء المغربية، وهو معلمة تاريخية مسجلة في التراث الوطني. عن القصبة الموحدية يكلمنا دائما الدكتور سعيد شمسي، باحث في علوم الآثار والتراث ومحافظ المتحف الوطني للخزف بالمدينة. بالنسبة للقصبة الموحدية هي كباقي القلاع العسكرية المغربية عبارة عن بناية مستطيلة الشكل، كانت لديها 4 أبراج في الفترة الموحدية، وبقات هذا الشكل المعماري إلى حين دخول البرتغاليين الذين يعني أسقطوا البرجين الذين يطلان على المدينة العتيقة واحتفظوا فقط بالبرجين الشرقيين، ولكن تمت إضافة داخل أحد هذه البرجين إضافة برج نصف دائري يسمى في العمارة العسكرية الأوروبية الباستيون. الباستيون عبارة عن برج منحدر وفي نفس الوقت يمتد على مساحة خارجية تمكن من مراقبة طلائع الجنود للجيش المغربي. ومع ذلك لم يستطع يعني البرتغاليين مقاومة المغاربة الذين يعني قاموا في فترة السعدية باسترجاع المدينة سنة 1541. وبعدها يعني كانت دائما هذه القصبة هي مقر إقامة السلاطين حينما يأتون إلى أسفي، وكذلك لممثليهم بالمدينة من باشوات ومن قياد حينما كانوا يعينون من طرف السلاطين على أسفي. وهي عندها واحد سمية من غير قصبة والقشلة تسمى دار السلطان. لماذا؟ لأن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان اتخذها حينما كان خليفة على أبي مولاي عبد الله، كان اتخذ أسفي عاصمة واحد الفترة معينة، وبقت هاد السمية وبنى دارا داخل قصبة أسفي، وهاد الدار هي اللي كتسمى دار السلطان نسبة إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله، بقي موجودة يومين هذا تسمى دار الباهية كذلك. في الفترة المارينية قام المارينيون ببناء مدرسة بمدينة أسفي، لكن البرتغاليين قاموا بتدميرها، فقد كانت هذه المدرسة جامعة لتدريس العلوم، ولم يتم إعادة بنائها إلا في الفترة العلوية، وهي المدرسة الموجودة الآن أمام المسجد الكبير بدرب السوق، وتسمى مدرسة القراءات السبع. بالإضافة إلى هذه المباني العريقة والتراث المعماري الأصيل، مدينة أسفي متميزة عن باقي المدن المغربية العتيقة بصناعة الخزف. كيف تم يا ترى اكتشاف وجود المواد الأولية لهذه الصناعة؟
أسفي مدينة قديمة في إنتاج الخزف. الدليل عندنا هو الحفرية الأثرية التي أجريت سنة 1994 والتي أثبتت أن مدينة أسفي كانت تنتج الخزف منذ العهد المرابطين أي القرن الحادي عشر، واستمر هذا الإنتاج حتى القرن الخامس عشر، وعاد إعادة الإنتاج في القرن السابع عشر. ولكن علاش القرن السادس عشر ما فيش الخزف؟ من اللي جرينا الدراسات تبين لنا بأن أثناء الغزو البرتغالي السكان مدينة أسفي نظرا لشراسة الغزو ولهمجيته تم يعني هروبهم إلى مناطق مجاورة، بل بلغوا حتى جبال مراكش. ومن بين السكان اللي هربوا هما الصناع التقليديين ديال الخزف، ولم يتم إعادة استيطانهم إلا في القرن السابع عشر، ورجعت أسفي كمدينة تنتج الخزف، لكن كانت تنتج فقط الفخار. ولكن استقرار صناع الفاسيين في القرن التاسع عشر هو اللي رجعها تنتج الفخار والخزف، وبقى الانتاج كيستمر إلى حدود بداية القرن العشرين حينما قامت السلطات الفرنسية بإنشاء أول مدرسة للخزف من نوعها بالمغرب، وهي اللي خلت مدينة أسفي تتربع على عرش صناعة الخزف المغربي إلى يومنا هذا. وأنت تجول داخل باب الشعبة تجذبك أشكال الخزف المتنوعة والتي أبدعت يد الصانع المغربي في تشكيلها وزخرفتها، وتندهش للاستعمالات المتنوعة للخزف وكيفية صناعة أوان وديكورات متنوعة منه. أثناء وجودنا بالمدينة تواصلنا مع أحد معلمي الخزف الذي شرح لنا مراحل تشكيله. الطين تيجي من البراج بعيد على مدينة أسفي بأربعة كيلومترات، تيجي عبر الشاحنة. ملي تيجي تندقوه ولي بحال الشكل ديال الكياس، ومن بعد ترقدوه في واحد الشهريج، الغد الاخر تيخرج. ملي تيخرج تيقعد واحد شوية في الشمس، ملي تنخرجوا للشمس تيدير تيتعجن، تيعطي للصانع اللولب تنسمو حنا الوالبي هو اللي تيخدمو على حساب الطلب اللي عنده، اما يخدم الطباصال ولا الجلايف ولا اللي كان يخدمو. ومن بعد يكرطو، ومن بعد التكريطه تيخرجوا للشمس وتيدخلوا للفران. الفران الطيبة الاولى في 1050 درجة ديال الحرارة، واللي بحال هكا بيسكوي. ومن بعد تمشيو تيجي تعطيه لهذاك الولد الصانع اللي غيزوقو، وتيزوقو على حساب الطلب وعلى حساب الشكل اللي يدير. من بعد تيدالو كلهم هذوك الوان تيجيو من على برا، حنا ما عندناش يلا المادة الأساسية هو الطين، تيجي من على برا تيتزوق. من بعد تيتزوق تنديرو ليه واحد الطلع، وتيدخل الفرن مرة ثانية طيبة الزوجة 950 درجة. الغد الآخر تيخرج وتيجيو الجبناء تيتغداو إما ديال الداخل ولا ديال الخارج. لكن يبدو أن هذه الصناعة العريقة المميزة لمدينة أسفي أصبحت تواجه عراقيل وتحديات قد يجعل استمرارها الصنعة معرضة للانقراض. يكلمنا عن هذا الأمر بحرقة معلم الخزف. اللي بغيت نقول لك اللي دابا ولينا دابا تنعانيو حنا هو ديال التكوين، ما كاينش دابا الدراري ما بقاوش اش يقولوا رغم التكوين المستمر وهاسمو، ما بقاوش ما بقيناش لقينا اللي يزوق، ما بقيناش لقينا اللي يخدم. وخصوصا هنا في اسفي تيفضل هذاك اسمو يهود المرشا وما تيجيش. دابا ولينا تنعاونوا حتى البنات كانوا تيجيو ما بقاوش، يلا شتي هذه بنت وحده، مشيت عند واحد اخر تلقى عنده وحده ولا ما كايناش، ما بقاوش ما بقاش اليد العامله ولا غادي تعلم ما كاينش. انا خص دابا المدرسه هي اللي تعاود ثاني باش تكون الدراري وتكلم الخلف باش يدير شي يقول باش تكون هاد كنا يكون واحد الصناعيه يكونوا كثر. دابا ما بقاوش. هكذا مستمعينا الكرام انتهت جولتنا بمدينة الخزف. وأنتم تزورون هذه المدينة وتجولون في معالمها، استحضروا هذا التاريخ العريق المجيد الذي يعمق تعلقنا أكثر بمدننا الجميلة ويجعلنا نعشق بلدنا بشكل أكبر. إلى حين تجدد اللقاء بكم، لكم مني ومن فريق البرنامج أطيب التحايا. إلى اللقاء. تاريخ المدن المغربية أصالة وحضارة وتنمية.
تاريخ المدن المغربية، إعداد وتقديم زكية حداد، إخراج كريمة بنيكس.